هذه المسائية من الميادين وفي عناوين نقاش الليلة. من بغداد إلى صنعاء مرورا ببيروت، فلسطين هي البوصلة، فصائل محور المقاومة تؤيد رد غزة على العدوان الإسرائيلي. صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، رسائل أمنية وعسكرية وسياسية، فهل أفشلت محاولة الاحتلال تغيير قواعد الاشتباك وثبتت خطوطها الحمر؟ نيويورك تايمز تكشف عن تخطيط مقربين من ابن سلمان لضرب الاقتصاد الإيراني واغتيال مسؤولين بينهم الجنرال سليماني. هل كان بالتنسيق مع إسرائيل وواشنطن؟ مرحبا بكم. من صنعاء إلى بغداد مرورا ببيروت، رد شامل من قوى المقاومة في المنطقة على عدوان الاحتلال على غزة، رد يؤكد عدم السماح بتغيير قواعد الاشتباك وتثبيت الخطوط الحمر وأن فلسطين هي البوصلة. وعليه جاءت المواقف المؤيدة والداعمة وسريعا من حزب الله وصنعاء وبغداد لتصل الرسالة إلى من يعنيه الأمر. أما في غزة وبقرار موحد بإشراف غرفة مشتركة للفصائل، جاء رد المقاومة الفلسطينية صاروخيا وأمنيا وقد يتمدد إلى أبعد من غلاف القطاع، فأفشل واحدة من أخطر عمليات المخابرات الإسرائيلية وأعقدها وقتل قائدها. فهل يشير رد المقاومة في غزة وفي المنطقة إلى شكل جديد من المواجهة الساخنة يتجاوز فلسطين المحتلة؟ في المسائية أيضا، نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن وضع بعض مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطة لتخريب الاقتصاد الإيراني واغتيال مسؤولين كبار بينهم الجنرال قاسم سليماني. فهل بمقدور ابن سلمان خوض مغامرة كهذه بمعزل عن التنسيق مع إسرائيل وواشنطن؟ في رد فاجأ الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت قوى غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية في غزة حافلة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كورنيت، وأدى الاستهداف إلى مقتل جندي وإصابة عدد آخر واحتراق الحافلة بشكل كامل. وقد أعلنت فصائل المقاومة أنها ستنشر صورا لعملية استهداف الحافلة بالكورنيت. الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عدة على مختلف مناطق القطاع المحاصر، وكان آخرها تدمير قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، كما استشهد 3 أشخاص وجرح 9 في حصيلة أولية. المقاومة ردت بإطلاق أكثر من 200 صاروخ على منطقة غلاف غزة وسط غرب النقب ومنطقة البحر الميت. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة عشرات الإسرائيليين وأفادت بأن القبة الحديدية لم تسقط سوى 60 صاروخا من أصل 200. حركة الجهاد أعلنت أن المقاومة ستوسع دائرة الرد إذا تمادى الاحتلال في قصف القطاع. من دمشق انضم إلينا نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد. مرحبا بكم سيادة اللواء. ماذا قالت اليوم غزة برد من غرفة العمليات المشتركة لإسرائيل وللمنطقة؟ اسمحي لي أن أتوجه بالتحية لمحطة الميادين لكل عامل فيها ولرئيسها. أقسم أنكم تستحقون وسام الشرف والكرامة وسام فلسطين. التحية لأرواح الشهداء جميعا من مختلف كتائب المقاومة، واسمحوا لي أن أحيي شهداء الجبهة الشعبية محمد زكريا التتري ومحمد عودي، رحم الله جميع شهداء المقاومة وجميع شهداء شعبنا. لكم التبريك بالشهداء سيادة اللواء والشكر، يعني نحن يعني نقوم بواجبنا أقل ما يقدم. تفضل. أعرف أنكم لا تريدون المدح ولا تقبلوه، ولكن هذا ليس مدح، هذا توصيف للواقع الحقيقة. السؤال الذي أعتقد أنه يعني في هذه اللحظة مطروح، لماذا هذه العملية ولماذا بهذا التوقيت؟ هذا سؤال الحقيقة مهم.
في الوقت الذي كان فيه يعني تجري من قبل عدد من الأطراف وساطات للتهدئة والهدنة وما شابه ذلك، وفي الوقت الذي كان فيه نتنياهو في باريس. لماذا تمت في هذه اللحظة؟ أنا أعتقد أن المعلومات استكملت لدى الجهة المخططة، والمعطيات استكملت أيضا لتنفيذ العملية. وأنا أعتقد أن العملية يجري لها التخطيط منذ فترة طويلة، ولكن عندما استكملت التعليمات صدر القرار بالتنفيذ. لكن السؤال الثاني أيضا، ما هي الأهداف؟ الأهداف أنا أعتقد أنها أكبر بكثير مما عرفناه ومما اطلعنا عليه حتى الآن، وربما يكون أحد يعني الأهداف هو موضوع الأسرى، ولكن قد يكون هناك أهداف أخرى من نوع اغتيال القيادات، وأيضا احتمال الاختطاف يعني قيادات إلى آخره، لأنه هذه المغامرة هي مغامرة محسوبة، ومغامرة جاءت في الوقت الذي بدأ البعض يفكر بالتهدئة وبمسائل لها علاقة بالمقترحات التي تقدم سواء من هيئة الأمم أو من قبل بعض الأطراف العربية نحو التهدئة وحلول سياسية معينة بعيدة المدى أو قصيرة المدى. أنا أمام ذلك أقول أن هذه الشجاعة وهذه الترتيبات الداخلية لفصائل المقاومة وللأجهزة الأمنية لفصائل المقاومة وهذا الصمود البطولي أيضا أدى إلى إفشال العملية. العملية بالمعنى العسكري فاشلة تماما، وبالمعنى السياسي أيضا فاشلة، لأنها لم تحقق أهدافها ولا من أي نوع من الأنواع، فلجأوا إلى القصف والتدمير إلى آخره. لذلك أنا أعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه مزيد من الاشتباك، مزيد من القصف المتبادل، ولكن أرجح أنها لن تصل إلى عمليات اجتياح واسعة، ولكنني أحذر وأنبه أنه سيكون في ذهن قيادات العدو الإجرامية محاولة اغتيال لبعض القيادات الفاعلة في على مستوى المقاومة وعلى المستوى السياسي أيضا من مختلف الكتائب ومختلف فصائل المقاومة. طيب سيادة اللواء، سأقف عند المعطيات التي تفضلت بها، لكن واضح أن اليوم أرادت فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصرة ومن ضمنها الجبهة الشعبية إيصال رسائل، إن كان بين الأمس بالتعاطي مع عملية خان يونس والتي أحبطتها، وحتى اليوم وتتويجا بعملية استهداف حافلة الجنود الإسرائيليين. لذلك أسألك، ماذا قالت الفصائل من غزة إلى إسرائيل وحتى على مستوى المنطقة؟ كما تفضلتم في خلال هذا اليوم بطوله، وأنتم يعني على بث مباشر لما يجري في غزة، ورد في تقييمات محطة الميادين أكثر من مرة عبارات من نوع أن المقاومة تمتلك قدرات تسليحية وأيضا تمتلك غرفة عمليات مشتركة. هذا عامل رئيسي. الوحدة الوطنية كما قلنا سابقا أكثر من مرة هي التي تجعل أي شعب أو أي مقاومة أو أي حركة تحرر تحقق انتصارات وإنجازات. ولذلك لأنها متوفرة الآن الوحدة الوطنية في غزة، ومتوفرة وحدة القرار ووحدة المرجعية ووحدة الإرادة ووحدة الأداء من خلال غرفة العمليات، نلمس هذه النتائج التي يشهد الجميع أنها نتائج تسجل لمصلحة العمل المشترك والعمل الذي يقاد من قبل مرجعية واحدة وفي غرفة عمليات واحدة. هذا هو الأسلوب السليم دائما في المجالات العمل العسكري وحتى مجالات العمل السياسي، أن يكون هناك مرجعية واحدة، خطة واحدة تنفذ من خلالها العمليات بتوزيع الأدوار، بعمليات المواجهة التي تقوم على أساس قرارات أيضا مشتركة وليس تفرد من هذا الفريق أو ذاك. هذه العوامل كلها أدت إلى أن يستمر الآن توزيع هذه القدرات والإمكانيات على أهداف
ضمن بنك الأهداف المتوفر في غرفة العمليات وعند فصائل المقاومة. لذلك النتائج كما لمسناها، هناك توقيت متى يعني يطلق الكورنت ومتى يطلق يعني الصاروخ الجراد أو الصاروخ المتطور الفلاني إلى آخره، كل هذا بإجراءات وقرارات قائمة على أساس ما توفر في بنك المعلومات من أهداف توقع خسائر ومضرة جدا على العدو وتفرض عليه أن يلجأ إلى أساليب فتح الملاجئ إلى آخره. طيب، وهذا مهم خصوصا أنه الرسائل التي جاءت على إطار المواقف التي صدرت إن كان من بغداد إلى صنعاء مرورا ببيروت، وفي صنعاء أيضا موقف مهم. وينضم إلينا حول هذا الموضوع محمد علي، السيد محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن. مرحبا بكم سيد محمد علي الحوثي، لديكم موقف مباشرة وبشكل سريع وواضح. أريد لو سمحت أن تقدم لنا الموقف، وعلى أي أساس، في أي سياق والخلفية التي بني هذا الموقف؟ أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أولا الموقف من القضية الفلسطينية هو موقف ديني واضح من شعاراتنا، وواضح أيضا في منهجيتنا، ونحن نتحرك لا نتحرك من أجل أحد إلا من أجل هذه المظلومية الكبيرة، ومن أجل أنه موقف ديني. يعني لا نقصد بهذا أنه موقف حزبي فقط أو كما يعمل الآخرون تضامن من أجل تضامن سياسي فقط. نحن لا نعمل من أجل هذا، ونحن ما قدمنا وما ضحينا خلال هذه السنوات كلها كان الركيزة الأساسية في منهجيتنا هو مواجهة العدو الكيان الإسرائيلي من خلال شعاراتنا، من خلال منهجيتنا، من خلال تعليم أبنائنا على سخط ضد عدو الأمة. الجهة الأخرى أن الشعب الفلسطيني هو شعب مظلوم، وشعب أيضا يعمل على أن يحصل على حريته وعلى استقلاله وعلى أن يعيش في أراضيه وأن يتحرك وفق إرادته، وهو شعب محاصر وشعب أيضا يواجه بترسانة عسكرية يقوم على دعمها أمريكا والدول الغربية، وهذا الدعم هو دعم غير محدود، وايضا فيه يعني موقفهم حتى السياسي موقف معلن من دعمهم للمغتصبين. فبالتالي اقل موقف ان يكون من الانسان هو ان يقف الى جانب اخوته الفلسطينيين، كون موقفهم موقف واضح وموقف يتطابق مع قوانين الامم المتحده ومواثيق الامم المتحده، ومن يقف ضد الفلسطينيين هو يقف عدو لا يرعى ولا يحافظ ولا يحترم أي جانب. ونحن نعتبر أن هذه العملية التي كان هناك يقظة كبيرة من أبناء الإخوان المجاهدين الأفاضل الذين كان لهم يقظة كبيرة، استطاعوا من خلالها أن يوقفوا الاختراق الذي كانت إسرائيل تعمل عليه. لذلك نحن نقول اليوم هذه الرسالة الثانية. إذا كان هناك رسالة من سوريا لأنها استطاعت أن تحيد أجوائها، فإن الفلسطينيون بالأمس استطاعوا أن في خان يونس أن يحيدوا اختراقاتكم، وبإذن الله تعالى أنهم من خلال التنسيق المشترك الذي أعلنوا عنه سيوصلون رسالتهم كاملة، وعلى العالم أجمع أن ينظر إلى القضية الفلسطينية بمنظار بعين الاعتبار، بعيدا عن المزايدات السياسية وبعيدا أيضا عن التحامل أو التحايل على العدالة التي يجب أن تصل إلى كل فلسطيني. هناك الآلاف من المشردين في العالم، وهناك حصار مطبق على إخواننا في فلسطين، وأعتقد أن الجامعة العربية لابد أن يكون لها موقف حازم كما فعلت. نحن تحدثنا أنه كما فعلت على أقل شيء في موقف يعني في إقرارها للتحالف العسكري ضد الجمهورية اليمنية، فأقل شيء أن يكون هناك موقف مشابه لهذا الموقف وتحرك عملي على الأرض. نحن ندعو السعودية والإمارات وندعو الدول التي تتحالف ضد بلدنا إلى أن يكون لهم موقف عسكري ميداني واقعي يساند الإخوة في فلسطين، وأن لا يقفوا بعيدا عن الحضن العربي، لأنهم زعموا بأنهم يقاتلوننا من أجل الحضن العربي. نحن ندعوهم اليوم للحفاظ على الحضن العربي في فلسطين، وهذه القضية هي شيء قضية معروفة وقضية جوهرية وقضية عادلة ومحدة، وهم يقولون بأن قضية فلسطين هي القضية الأولى بالنسبة لهم. فإذا كانت قضية فلسطين هي الأولى بالنسبة للسعوديين أو لغيرهم ممن يتحالف ضدنا،
فمن المفترض أن تكون لديهم الحبة السريعة والمشاركة العسكرية في الدفاع عن الفلسطينيين، لأنهم خطوا هبة كبيرة جدا ضد أبناء الشعب اليمني وهي لا تعتبر قضيتهم الأولى، فعليهم أن يهبوا بأسرع ما لديهم من أجل أن يكونوا صادقين في شعاراتهم التي يرددونها. سيد الحوثي، أنتم عندما تتحدثون وتطلقون هذه الدعوات في يقينكم بأن هذه الدعوات هي لن تلبى، لأنه نحن نتحدث عن دول عربية يعني دعمت عدوان وغطت عدوان، ليس فقط يعني نتحدث في سياق أرضنا المحتلة فلسطين وأيضا من نتحدث عن اليمن. نحن نعتقد أن هذا العصر هو عصر كشف الحقائق، ولا يجب أن يكون هناك موقف يزايد به في مثل هذه القضايا الوصيرية. وبالتالي دعوتهم التي أو حديثهم المتأخر والذي أتى بعد ما جارب شهرين أو أقل وهو يتحدث بأن فلسطين قضيتهم الأولى، يجب أن يكون هناك لها واقع ميداني، واقع يشاهده العرب ويشاهده المسلمون. وأعتقد أنهم إذا انتهزوا هذه الفرصة سيستطيعون أن يقودوا العالم الإسلامي والعالم العربي الذي طالما تحدثوا عن أنهم يجب أن يكونوا من يقودون هذا المجتمع العربي والإسلامي. ربما الرسالة الأخرى أننا نعتبر أيضا أن الفلسطينيين أنفسهم لديهم من القوة والثبات، وبإذن الله تعالى سيحققون النصر، وأن هذه العملية التي أبلغت أو حاول العدو الإسرائيلي أن يخترق من خلال عمليته بالضابط الذي يقول أنه متعدد المهام فشلت، وهذا بإذن الله تعالى يعني ستكون بالنسبة للفلسطينيين أنفسهم بادرة خير لفشل أي تصعيد أو حماقة ينوون ارتكابها. ونحن أيضا في هذا الوقت بالذات نحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن أي عن سقوط أي شهداء أو أي مدنيين على الأراضي الفلسطينية، فيكفيها ما قد قتلت ويكفيها ما قد دمرت، وهي من تعتدي على الفلسطينيين وهي من ذهبت إلى هذا. طيب سيد الحوثي لو سمحت لي، في موقف ثابت لكم كما تفضلتم بالنسبة للقضية الفلسطينية، هذا في الموقف وفي المبدأ، ولكن في الرسائل السياسية أيضا أسألك، لمن تطلقون رسائل سياسية عندما تدعمون وبهذا الشكل السريع والواضح الرد للمقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي؟ رسائل سياسية لمن وبأي اتجاه، وكيف يتقاطع هذا الموقف مع الموقف من المقاومة وتحديدا في بغداد، وأيضا عندما نستمع أيضا للمقاومة في لبنان، وعندما نستمع موقف رسمي أيضا من لبنان؟ أولا نحن نشعر بالفخر والاعتزاز عندما نجد إخواننا في الفصائل الفلسطينية يتحركون بجد أن يكونوا هم في طليعة المسلمين للدفاع عن أراضيهم والدفاع أيضا عن مقدساتنا. فانطلاقنا في هذا الموقف هو من هذا الجانب، يعني الاعتزاز والاستخار بأبناء فلسطين. بالنسبة للأخوة في جميع الذين تحدثت عنهم، سواء كانوا الأخوة المجاهدين في لبنان أو في العراق أو في سوريا أو في غيرها من العالم الإسلامي في الجزائر أو تونس أو مصر أو في غيرها ممن يساندون القضية الفلسطينية، هذا هو موقف يجب أن يحذو إليه الجميع بما فيهم من يعتدون علينا. نحن ندعوهم لأن يعيدوا بوصلة العداء نحو العدو الحقيقي الذي هو إسرائيل، لأنهم عندما ينحرفون عن هذا العداء هم بالتالي يخرجون عن القيم والمبادئ وعن التوجهات القرآنية أيضا. طيب سيد الحوثي، في الموقف أيضا أنتم تقولون بأنه فلسطين ليست لوحدها في وقت التخلي الرسمي العربي في معظم الدول والقيادات والزعامات العربية وفي هرولة للتطبيع، تقولون بأن القضية الفلسطينية ليست أو فلسطين ليست لوحدها، هذا على مستوى الموقف وأبعد من ذلك؟ نعم، هذا ليس لوحدها، وتحدث قائد الثورة قال أنه إذا تمكننا سنكون مشاركين معهم عسكريا، يعني ليس الموضوع هو موضوع إعلامي فقط. لا أقصد سيد الحوثي بمعنى التنسيق على مستوى محور، بأن الموقف أنه فلسطين ليست لوحدها، لن يكون هناك تفرد إسرائيلي بإذن الله تعالى. نعم، لن يكون هناك تفرد. أعتقد أن السيد حسن نصر الله تحدث عن الموضوع بصراحة، وتحدثوا أيضا في بقية الإخوان بصراحة حول هذه حول الموقف السياسي وحول الموقف المعلن. هناك مواقف معلنة من جميع الحركات والأحزاب في العالم العربي والإسلامي، وأعتقد أن الإخوة الفلسطينيين يعرفون ذلك ويعون جيدا
من هو الذي يقف إلى جانبهم؟ نحن هنا ندعو أيضا إلى أن يكون هناك تحرك من أبناء فلسطين أنفسهم أن يقفوا إلى جانب إخوانهم من أبناء الفصائل من المجاهدين العظماء داخل الفصائل بأن لا ينظروا إليهم بعين المتفرجين وإنما يكونوا إلى جانب. ونحن على ثقة أيضا بأن أبناء الشعب الفلسطيني يقف بحرارة إلى جانبهم. وأيضا نقول أن هذه المعركة أيضا لم تكن نتيجة يعني لم تكن اعتباطية، هي نتيجة لمظاهراتهم المستمرة التي نحن يعني ننظر إليها بإعجاب وننظر ونشد من أجلهم الاستمرار في مظاهراتهم التي يخرجون إليها في كل جمعة. فهذا موقف مثمر وموقف واعي وموقف يجب أن يستمر، لأن الإخوة في فلسطين لا يجب أن يسكتوا ولا يجب أن يحدى على جنبال، بل يجب عليهم أن يعيدوا بوصلة الإدانة وإسرائيل. فهناك من طيب سيد الحوسي فقط سؤال سريع لو سمحت لي، الموقف منسق على مستوى محور من القضية الفلسطينية، هي قضية العرب والأمة الإسلامية جميعا، هو منسق؟ لا أعتقد أننا أطلقت هذا على أساس التنسيق مع أحد، نحن ننطلق من مبادئنا وديننا، لكن القضية نفسها هي من تفرض على جميع التنسيق ومن تجعل منهم أمة واحدة يتفقون في نفس الهدف الواحد. نعم. لأن القضية هي قضية من أولى جميع. شكرا جزيلا لك سيد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن. المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود الشاب أكد أن التخبط والارتباك الإسرائيلي الأخير هو انعكاس للفشل العسكري والأمني. وفي تصريحات للميادين جدد شهاب التأكيد على مجموعة من ثوابت المقاومة تجاه التصعيد الجهري. هناك ثوابت أساسية تتعامل معها المقاومة، أولا أنه الاحتلال هو من بادر كما كل المرات السابقة بالعدوان وبانتهاك فاضح وخطير لجهود استعادة الهدوء التي كانت تبذلها أطراف متعددة. ثانيا الحقيقة الصمت، استمرار الصمت الأممي على الجرائم الإسرائيلية وعلى هذا الانتهاك الفاضح والاستخفاف الواضح، فهذا صمت يعكس الحقيقة أن هناك انحياز للاحتلال وأن هناك تواطؤ مع سياسات الاحتلال العدوانية. دان حزب الله العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعملية الاغتيال التي قامت بها قوات الاحتلال ضد أحد قادة المقاومة. وأشاد بيان الحزب الذي صدر سريعا بيقظة المقاومة الفلسطينية وتصديها لتوغل القوة الإسرائيلية. بيان الحزب أكد أن المقاومين الذين خاضوا مواجهات بطولية مع جنود الاحتلال في خان يونس لقنوا العدو درسا سيدفعه إلى التفكير مليا قبل الإقدام على أي عدوان. أضاف البيان أن الرد الصاروخي الشجاع الذي قامت به المقاومة هو تعبير صادق عن إرادة وتصميم الشعب الفلسطيني والتزامه الدفاع عن أرضه ومقدساته. أدعى الحزب شعوب الأمتين العربية والإسلامية إلى وقفة صادقة وشجاعة إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة. الناطق باسم كتائب حزب الله في العراق قال إن المقاومة العراقية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في فلسطين، مؤكدا أن ميزان القوى والمبادرة اليوم بيد محور المقاومة المتماسك والذي يعمل بتنسيق. أن الشعب العراقي والمقاومة العراقية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في فلسطين، إن تطلبت الحاجة وتطلب الأمر أن تتدخل المقاومة العراقية فإنها حاضرة وعلى هبة الاستعداد لتنفيذ ما سيرد إليها أو ما يتفق عليه من قبل محور كامل، على اعتبار أننا نعمل بمحور متكامل. وبالتالي هذا الذي حدث اليوم سواء كان في فلسطين له امتداداته في مناطق أخرى. إسرائيل لا يعني الكيان الصهيوني لا يمتلك فقط هذه الأرض ويسيطر على هذه الأرض، بل هو يسيطر على مناطق أخرى. الأمين العام للمؤتمر القومي العربي مجدي معصراوي قال إن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في معركته ضد الاحتلال. معصراوي أشار للميادين إلى أن التطبيع مرفوض شعبيا رغم كل محاولات بعض الزعماء والقادة العرب. هؤلاء الحكام ومن سبقوهم من دعاة التطبيع ومن طبعوا ومن عقدوا معهم الاتفاقيات فهي إلى زوال بزوال هذا هؤلاء الحكام. إنما شعبنا العربي في مصر وهي أول من عقدت الاتفاقية لم يطبع ولا مرة واحدة سواء من النقابات أو من على المستوى الشعبي، وما يحدث في كل أرجاء الوطن العربي حتى بما فيهم شعبنا العربي في الخليج يقاوم ونلاحظ يوميا مشاهد
رائعه للشعب العربي في عمان وفي السعوديه وفي الكويت وفي قطر وفي البحرين وفي الكويت، كلهم كشعب مقاومين ورافضين للتطبيع. عود إليك سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد، إذا ودت أن تعلق على ما استمعنا إليه من السيد محمد علي الحوثي، وأيضا يعني ردود الفعل التي استمعنا إليها إن كانت من صنعاء أو حتى من بغداد وبيروت، كيف وصلتكم؟ هذه حقيقة الشعب العربي في الأقطار العربية المختلفة، وأنا فعلا أتوجه بالتحية لكل من تفضل قبل قليل، وخص بالذكر يعني أهلنا في اليمن وقيادة هذا الشعب العظيم الذي هزمت كل هذه القوى التي تشكل فعلا أداة بيد الإمبريالية الأمريكية وبيد الكيان الصهيوني. لذلك أهلنا باليمن يستحقون منا كل التقدير ووقفوا إلى جانب فلسطين دائما. وأيضا أحيي كل المقاومة، المقاومات العربية وفي مقدمتها حزب الله والمقاومة العراقية، وكل من تحدث قبل قليل مع الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني. وأنا أعتقد أن الأمة العربية فعلا تعبر عنها هذه الجهات وهذه المقاومة في الأقطار العربية المختلفة، وسيبرز بشكل أو بآخر مقاومات أخرى في أقطار عربية مختلفة على ضوء ما يسجل الشعب الفلسطيني من بطولات في المواجهة. وهذه المواجهة والنتائج التي وصلت إليها تمثل رسالة للمطبعين وللمسوقين لصفقة القرن أن الشعب الفلسطيني يرفض بأي حال من الأحوال أي صفقة من الصفقات على حساب حقوقه وعلى حساب تحرير وطنه. هذه الرسائل ترسل بالدم من قبل الشعب الفلسطيني لكل الأمة بأسرها الحقيقة، ولكل من يدافع عن حقوق الإنسان في العالم، وليشعر الجميع أن هذا الشعب الفلسطيني بإمكانياته البسيطة يجعل هذا العدو يفكر مرات ومرات حتى يقوم بأي عمل يعني معادي له. أنا أؤكد أن الشعب الفلسطيني لديه مخزون كبير وطاقات كبيرة ستتفجر أيضا في الضفة الغربية وستتفجر بفلسطين المحتلة عام 48، وهذه هي الشرارة اشتعلت في غزة. كيف سيختلف الوضع سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد بعد ما جرى، ما بعد خان يونس، ما بعد اليوم وصواريخ الكورنيت؟ يعني هذه أولا ترفع المعنويات، بمعنى أن هذا العمل الشجاع والبطولي الذي قام به شعبنا وفصائل المقاومة جاء تتويجا لمسيرات العودة التي قدم الشعب الفلسطيني في غزة خلال فترة يعني مسيرات العودة حوالي 24 ألف أو 25 ألف جريح خلال أشهر قليلة ومئات الشهداء، وهو على الطريق مستمر حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرات أو المقاومة. لذلك أنا أقول بكل وضوح أن المسيرات ستستمر، المقاومة ستستمر، ولكن علينا جميعا أن نبذل جهد أن هذه البطولات هي جزء من بطولات الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين بشكل عام. لذلك يجب أن يتبلور أيضا حراك شعبي ضد العدو الصهيوني في الضفة الغربية وفي فلسطين المحتلة عام 48. نحن شعب واحد ودمنا واحد، ويجب أن نتوحد وراء المقاومة وراء إسقاط صفقة القرن وما ترتب عليها حتى الآن وما يمكن أن يترتب عليها مستقبلا. نحن يجب أن نخوض المعركة موحدين كما حصل الآن في غزة بهذه الوحدة. لذلك نحن نطالب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أن تدعم هذه المقاومة وأن تقف إلى جانب هذه المقاومة وأن ترفع العقوبات عن غزة، عن هذا الشعب العظيم الذي يواجه بصدوره العارية وبإمكانياتها البسيطة هذا الكيان الصهيوني المجرم. نحن نريد فعلا حلول للمشكلات الداخلية، ونريد فعلا مرجعية واحدة وقيادة واحدة لنخوض معركتنا ونضالنا ضد الكيان الصهيوني وضد المجرمين الصهاينة وضد المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا. هذه أيضا رسالة لمن يتآمر على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية أن هذا الشعب لن يستكين، لن يتراجع،
لن يسلم لا بالوساطات ولا بالتهدئة ولا بأي أساليب أخرى ممكن أن يخضع هذا الشعب للتنازل عن حقوقه أو الدخول في مساومات على حساب حقوقه وعلى حساب عملية التحرير. سيادة اللواء، أنت تقول بأنه أريد إيصال خلاصة بأنه هناك قرار واحد موحد في قطاع غزة المحاصر بالمقاومة. تسمعني سيادة اللواء؟ الآن بسمع لو سمحتي. أنا أعيد السؤال، أقول بأنك توصل خلاصة بأنه في قرار واحد موحد من قطاع غزة، قرار وخيار موحد بالمقاومة سبيلا وخيارا. نعم، يعني أثبتت التجربة أن هناك قرار واحد موحد، وإلا لما استمرت المسيرات كما تعرفي حضرتك ويعرف كل المشاهدين أن سبب رئيسي لاستمرار المسيرات رغم كل التدخلات والوساطات هو العامل الوحدة وعامل العمل المشترك وعامل التخطيط المشترك إلى آخره، رغم كل التناقضات أو التعارضات السياسية حتى بين هذه الفصائل المشاركة يعني في المسيرات، لكن كان في هدف واحد، في خطة واحدة، الكل متفق أن المسيرات يجب أن تستمر بغض النظر عن يعني الأساليب التي تتبع خلالها. لكن الآن نحن في موقع الدفاع الهجومي، لأنه نحن صحيح ندافع ولكننا في نفس الوقت نهاجم. ما يجري الآن هو مواجهة العدو المعتدي، وقلنا قبل ذلك أكثر من مرة أنه لا يمكن أن نسلم بمسألة التهدئة لأن الوطن محتل، وبالتالي هذا العدو إجرامي بكل المعاني والمقاييس وتاريخه كله هو كذلك. لذلك نحن لا نوافق الحقيقة لا على تهدئة ولا على إجراءات. وهنا الأهمية سيادة اللواء، لأنه لطالما كان القطاع بفصائله المقاومة عنده خيار واحد موحد بالمقاومة، لكن التوقيت اليوم هو المهم وهو المختلف، لأنه تحدث يعني قبل أيام إدخال المال لدفع الرواتب بهبة من دولة قطر، الحديث عن وشاهدنا حتى طلب السفير بأنه أن يتم تهدئة مسيرات العودة، وكأنه في رسائل. وأسألك لمن توجه هذه الرسائل من قطاع غزة الذي يقدم بأنه يمكن تدجينه؟ عذرا سيادة اللواء، يعني أثبتت التجربة وأثبتت الأحداث أن كل هذه المحاولات فشلت لأنه لها هدف سياسي هو التهدئة ووقف الاشتباك مع العدو بشكل أو بآخر. كل محاولة مهما قدمت من إغراءات تقوم على أساس وقف الاشتباك مع العدو أو وقف الصراع مع العدو هذه لن تنجح على الإطلاق. نعم. لأن العدو هو المعتدي وهو محتل الوطن، وبالتالي سنستمر بمقاومته بكل الأساليب وبكل الإمكانيات المسلحة وغير المسلحة. لذلك أنا أقول أن ما قدم سواء من قبل قطر أو غيرها الخطأ والخلل فينا، ويجب أن نكون صريحين وواضحين، الخلل فينا نحن كفلسطينيين وكمؤسسات فلسطينية. كان يجب أن تكون هناك مرجعية واحدة من خلال مجلس وطني موحد، من خلال مرجعيات واحدة، من خلال برنامج سياسي واحد، حتى يعترف الجميع بأن هناك مرجعية واحدة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ممثل شرعي وحيد وتشارك فيه يشارك فيه الجميع بدون استثناء، لا يستثنى أحد من فصائل المقاومة ولا من الفئات المجتمعية المعنية الحقيقة بعملية التحرير والمقاومة والصمود والمواجهة. لذلك الخلل فينا لو كنا رتبنا أمورنا عندما طرح البعض ونحن منهم أننا يجب أن نذهب لانتخابات مجلس وطني فلسطيني وبعد ذلك انتخابات هيئات ومؤسسات منظمة التحرير لتشارك كافة الفصائل، حتى لا أنسى أحد من الفصائل، كل الفصائل بدون استثناء لتشارك ويكون لنا قيادة منتخبة، قيادة مختارة من قبل الشعب الفلسطيني، لما تطاول أحد ليختار هذه الجهة أو تلك ليدعمها أو من خلالها يدعم. لكن في كل الحالات واجب على كل الأمة أن تساعد الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدو المجرم، وأيضا واجبنا أن نرتب بيتنا الفلسطيني لأن معركتنا طويلة مع هذا العدو ومن يدعم هذا العدو، لنفشل كافة المخططات وفي مقدمتها صفقة القرن. تبقى معنا سيادة اللواء أيضا في إطار
المواقف والردود. نستعرض أيضا لما قاله القيادي في حركة حماس مشير المصري، حيث أكد أن المقاومة ستوسع دائرة ردها إذا ما تمادى الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه. ما يحدث اليوم هو رد طبيعي من قبل المقاومة الفلسطينية على جرائم العدو الصهيوني. والأمر الثاني هو أن عملية الأمس الجبانة التي اقتحمت فيها قوات خاصة شرقي خان يونس، والذي جر فيها العدو الصهيوني ذيول الخزي والعار بعد أن تم اكتشاف هذه القوات الخاصة وقتل وأصابة العديد ممن فيها، هو أيضا يدلل على أن المقاومة اليوم إنما تقف لهذا العدو بالمرصاد ولا يمكن أن تمرر هذه الجريمة. والأمر الثالث أن المقاومة اليوم من خلال هذا الرد والذي جاء بقرار جمعي من خلال غرفة العمليات المشتركة، والتي باتت تشكل هي المظلة التي تحدد طبيعة التعاطي الميداني مع العدو الصهيوني، هي أرادت أن ترسل رسالة واضحة للعدو أنها لا يمكن أن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك. الهدوء يقابل الهدوء، والعدوان لن يكون أمام المقاومة إلا الرد. وإذا أراد العدو الصهيوني توسيع دائرة العدوان فالمقاومة تتوسع من دائرة ردها. شرارة العدوان الإسرائيلي على غزة بدأت مع العملية الأمنية الفاشلة في خان يونس، فكيف أفشلت المقاومة هذه العملية؟ تابع ذلك في هذا العرض للزميل محمد محسن. أهلا بكم. عملية من العيار الثقيل كانت تهدف إلى توجيه ضربة قاسية للمقاومة داخل قطاع غزة، هكذا وصفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية الإسرائيلية التي أفشلتها المقاومة في قطاع غزة. التفاصيل التي كشف عنها بيان كتائب القسام تؤكد تمكن المقاومة من إحباط أهداف العملية، فوفق البيان دخلت قوة إسرائيلية مستخدمة مركبة مدنية إلى المناطق الشرقية من خان يونس. قوة أمنية تابعة لكتائب القسام اكتشفت المركبة وثبتتها للتحقق منها، تزامنا مع حضور القائد الميداني في الحركة نور الدين بركة للوقوف على الحدث. انكشاف أمر القوة الإسرائيلية المتوغلة أشعل اشتباكا بين عناصرها ومقاتلي كتائب القسام، ما أجبر القوة الإسرائيلية إلى الفرار بعد فشل عمليتها. وخلال محاولة الفرار بدأت موجة أعنف من الاشتباكات شاركت فيها الطائرات الحربية للاحتلال بمختلف صنوفها بهدف تأمين غطاء ناري للقوة المنسحبة. عشرات الغارات لم تفلح في إخراج القوة الإسرائيلية الهاربة سالمة من نيران المقاومين، فقد قتل ضابط كبير هو نائب وحدة سريات مجلان الخاصة المقدم محمود خير الدين، وهو القتيل الأعلى رتبة منذ عدوان 2014 على غزة، كما أصيب عنصر آخر بجروح خطيرة. الاحتلال لم يعترف رسميا، لكن هذه المعلومات يتم تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية. الاحتلال أنهى عمليته الفاشلة بصعوبة عبر سحب القوة الفارة إلى مروحية هبطت قرب السياج الشائك على تخوم غزة، وهذه المروحية استهدفها المقاومون وفق بيان كتائب القسام، فيما أغارت طائرات الاحتلال على السيارة المستخدمة من القوة التي حاولت الهجوم للتغطية على أثار فشل العملية وفق كتائب القسام. عود إليك سيادة اللواء، وقد استعرض الزميل محمد محسن تفاصيل عن العملية التي أفشلتها المقاومة العملية الإسرائيلية في خان يونس، وأشرت في بداية الحديث عن الأسئلة الكثيرة التي يفترض أن تسأل حول هذه العملية وما كان يراد منها. ما الذي تستطيع أن تفصحه لنا عن هذه العملية، الهدف منها أيضا الصيد الثمين الذي حكي أنه كانت تريد إسرائيل أن تحققه من خلال هذه العملية؟ أنا قلت أنه بكل المعاني هذه العملية فشلت، وكانت المواجهة نوعية من قبل أبطال المقاومة، وهذا يدلل على يعني مستوى الجهوزية لدى وحدات المقاومة وأيضا لدى أجهزة الأمن الخاصة بالعمل العسكري وبالعمل القتالي. لذلك هذه العملية أنا أرجح أنه قد بذل جهد كبير من قبل الكيان الصهيوني وأجهزته المجرمة بالإعداد لها، وكلفت وقتا
وجهدا، وعلى قاعدة أنها ستكون يعني سهلة وبسيطة وتحقق إنجاز، سواء كان ذلك لنتنياهو أو لما يسمى بوزير الدفاع، أن أيدينا طويلة ونستطيع أن نطول من يريد وبالوقت الذي نريده. لذلك هذا الفشل كان فشل ذريع، وكانوا يحاولوا أن يحققوا إنجازا كبيرا، يعني يحاولوا أن يستفيدوا منه على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الانتخابات إلى آخره. أنا أقول أن هذا درس كبير للعدو وللجيش الصهيوني، لكن ليس هو أول درس، ففي دروس كبيرة، يعني دروس كبيرة لقن بها العدو، سواء كان ذلك في لبنان ومقاومة أهلنا في لبنان وحزب الله إلى آخره، أو أكثر من عدوان على غزة، والنتائج كانت نتائج تتطلب من الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني أن يعيد النظر في استراتيجيته في مواجهة المقاومة المختلفة، سواء كانت في لبنان أو في فلسطين. نحن نتحدث عن محاولة اغتيال قيادات في المقاومة، عن محاولة اختطاف، طبيعة العملية التي كان يراد وهي مخططة، وفهمنا بأنها كانت متابعة بالنسبة للمقاومة، استطاعت أن تحبطها أو استطاعت أن ترصدها. أنا أعتقد أن هذه المغامرة الكبيرة في هذا التوقيت لا يمكن إلا أن يكون هناك هدف كبير. أنا أخمن، لا أستطيع أن أقول بالضبط ما هو الهدف، ولكن ربما يكون الهدف إنجاز وتحقيق هدف كبير يصل إلى حد ربما موضوع الأسرى، وربما خطف أو قيادات، مع احترامنا الشديد لهذا الشهيد البطل، ولكن كانوا يفكروا إما باختطاف قياديين يعني من الصف الأول، أو اغتيال قياديين من الصف الأول. وأقول حتى الآن هذا الموضوع لن ينتهي لدى الكيان الصهيوني، قد يفكر بعملية الاغتيالات، وهذا الأمر يتطلب الحذر الشديد. في كل الحالات ها هو العدو يدفع الثمن، ولن يكون سهلا عليه أن يحقق أي هدف من أهدافه، لا من خلال القصف الجوي ولا من خلال محاولات التقدم في هذا المحور أو ذاك. طيب، في ختام الملف سيادة اللواء، وكأن المقاومة كانت في ردها في نوع من ضبط الإيقاع، في اشتباك يعني أصغر من مواجهة شاملة، ولكنه نتحدث عن رد أوسع من الردود السابقة، يعني نتحدث عن رد مضبوط ومدروس، لا يتسع لمواجهة شاملة، لكنه مغاير عن الردود السابقة للتصعيدات السابقة الإسرائيلية، أليس كذلك؟ نعم، أنا أوافق، ونعم أنا أوافق، وأقول في نفس الوقت أن المقاومة أيضا تقوم بتنفيذ خطة وفي عمليات مدروسة كمان، يعني لا يجوز الحقيقة للمقاومة التي وصلت إلى هذا الحد من الاستبسال والبطولة والإمكانيات أن تتصرف بشكل فوضوي أو عشوائي. لا، يجب أن تتصرف بطريقة فيها تخطيط وبرمجة وأهداف محددة وإلى آخره، وأنا مع أن نستعد جميعا لتطورات معينة من قبل هذا العدو، لأنه عودة هذا المجرم نتنياهو ربما تؤشر لأعمال معينة معد لها كمان مسبقا يريد تنفيذها الآن، سيحاولوا أن يخرجوا بانتصار كما يعتقدوا، ولكن هذا لن يحصل على الإطلاق. طيب، ستبقى معنا سيادة اللواء، ونتابع أيضا في يعني في نقاشنا في الملف الثاني في المسائية، ولكن قبل ذلك سينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في حركة حماس فوزي برهوم. مرحبا بكم سيد برهوم، ما الذي تقولونه في ختام هذا اليوم انطلاقا بين الأمس خان يونس وعملية استهداف حافلة الجنود الإسرائيلية؟ يعني واضح من حجم هذا التصعيد ومستوى توسيع رقعة الاستهداف من قبل الاحتلال، طالت مقر فضائية الأقصى وبيوت للناس ومقرات حكومية ومواقع المقاومة، واستهداف بالأمس أيضا في عملية اغتيال جبانة لمسؤولين في كتائب القسام، هو يؤكد أن الاحتلال كان معني باستثمار كل هذه الجهود الأممية والإقليمية كي يغطي على تخطيطه لجريمة كبيرة نكراء بحق المقاومة، بحق أهلنا في قطاع غزة.
اليوم واضح أن التصعيد مستمر، الاستهداف يعني همجي كبير، ولحتى الآن يعني القصف ما زال متواصل على البيوت، على المقرات وعلى مواقع المقاومة الفلسطينية. وضع الاحتلال يعني متواصل في هذا التصعيد، لكن بالمقابل المقاومة الفلسطينية حاضرة بقوة في الميدان من خلال الأذرع العسكرية ومن خلال الغرفة المشتركة، وما زالت يعني تدك كل هذه المواقع الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة. وكان التصريح الأبرز للمقاومة وهو في حال استمر التصعيد سوف تستمر المقاومة في الرد، ولكن بتوسيع رقعة الرد ومدى الرد، يعني بمعنى قد يطال مدن إسرائيلية في داخل فلسطين المحتلة. معادلة القصف بالقصف والرد بالرد والردع للاحتلال هي الآن عنوان المرحلة بالنسبة لكل الأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية. هذا حقنا في الدفاع عن شعبنا، هذا حقنا في مقاومة الاحتلال بكل أدوات وأشكال المقاومة. لا يمكن أن تستسلم غزة، ولا يمكن أن تستسلم المقاومة. اليوم مقاومة قوية معها الحق في ردع الاحتلال، معها الحاضنة الشعبية الوطنية الفلسطينية، معها كل أذرع العسكرية. الكل يوم يشكل لوحة دفاعية مقاومة تبرز كل معالمها في حجم ما يخرج من قطاع غزة من دك لحصول الاحتلال الإسرائيلي. وهذا فعلا يؤكد أننا نراهن اليوم على مقاومة باسلة، نراهن على مقاومين أعزاء أشداء كرماء، نراهن على أن المرحلة هي مرحلة أصحاب الحق. أصحاب الحق الفلسطيني من حقهم اليوم أن يردعوا هذا الاحتلال. لا يمكن أن نترك الاحتلال يتعدى كل هذه الخطوط الحمراء ويقتل ويقصف ويدمر دون أن تترك البصمة، المقاومة بصمة موجعة في داخل عمق الكيان الإسرائيلي. تقديراتكم للساعات المقبلة والتقدير بتطورات المشهد ما هي؟ واضح أن المشهد يعني يتدحرج بشكل دراماتيكي، خطط له العدو الإسرائيلي جيدا ابتداء من عملية الأمس الجبانة واستمرار القصف اليوم. واضح أن لديه بنك أهداف بدأ يقصف في هذه المقرات وهذه البيوت وأيضا بين السكان المدنيين ومواقع المقاومة الفلسطينية. رد المقاومة أيضا رد يوازي حجم هذه الجريمة، وبالتالي ربما المشهد يتطور بشكل أفضل. ولكن المقاومة عازمة اليوم على أن تضع حد لهذه المعادلة الإسرائيلية، وأن تضع حد لهذا العدوان، وأن تلقي الاحتلال درسا في كيفية التعامل مع المقاومة الفلسطينية هنا في قطاع غزة. وبالتالي إذا استمر الاحتلال بهذا التصعيد وبهذا العدوان، المقاومة الفلسطينية ستكون لها رسالة قوية مزلزلة في داخل عمق الكيان الإسرائيلي حتى يتم وقف هذا العدوان ووضع حد لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير. نعطيك باسم حركة حماس القيادي في الحركة سيد فوزي برهوم، شكرا جزيلا لك. وفي ملفنا الثاني، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مسؤولين كبارا في الاستخبارات السعودية مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان سألوا مجموعة من رجال الأعمال العام الماضي عن إمكانية استخدام شركات خاصة لاغتيال مسؤولين إيرانيين بينهم الجنرال قاسم سليماني. هبة الله بيطار. خطط لشن حرب اقتصادية ولاغتيال إيرانيين تعدهم السعودية أعداء، كشفتها صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية. مسؤولون كبار في الاستخبارات السعودية مقربون من ولي العهد محمد بن سلمان سألوا مجموعة صغيرة من رجال الأعمال العام الماضي عن إمكانية استخدام شركات خاصة لاغتيال أعداء إيرانيين للمملكة. نائب رئيس الاستخبارات الذي أقيل أخيرا اللواء أحمد عسيري كان مشاركا في سلسلة اجتماعات لبحث خطة لتخريب الاقتصاد الإيراني بحضور الإسرائيلي جويل زامل الذي تربطه علاقات قوية بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. رجل الأعمال اللبناني الأمريكي جورج نادر رتب اللقاء بعدما التقى في وقت سابق بن سلمان، وعرض الخطة بشأن إيران على مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أحد كبار مساعدي عسيري استفسر خلال الاجتماعات عن إمكانية قتل قائد قوة القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، إضافة إلى مسؤولين إيرانيين كبار. رجال الأعمال ترددوا عند طرح السعوديين تنفيذ عمليات الاغتيال، واستشاروا محاميهم الذي رفض الخطة على نحو قاطع، فنصح نادر السعوديين باللجوء إلى شركة مقرها لندن تديرها قوات عمليات خاصة بريطانية سابقة لتنفيذ المهمة. أما بخصوص الحرب الاقتصادية على إيران، فناقش السعوديون خطة تقوم على الكشف عن الأصول السرية العالمية لقوة القدس، وإنشاء حسابات وهمية لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية لإثارة الاضطرابات في إيران، وتمويل جماعات المعارضة الإيرانية، ونشر الاتهامات الحقيقية أو الوهمية ضد كبار المسؤولين الإيرانيين لتأليب بعضهم على بعض وفقا للصحيفة. ما كشفته الصحيفة الأمريكية، هل يمكن أن يكون من دون التنسيق مع واشنطن وتل أبيب؟ هذه قراءة للزميل قاسم عسيدي. النشطاء الذين وصفوا ترامب في باريس بأنه قاتل ربما يوجهون التهمة نفسها إلى آخرين أيضا من المجتمعين دقيقة صمت، استذكارا لمجازر الحرب العالمية التي زهق فيها 18 مليونا. إيمانويل ماكرون الذي زوق خطابه بإنشاء السلام والحوار يغفل أن الحرب الثانية الأشد هولا انتهت في أوروبا، لكن مآسيها مستمرة إلى اليوم، ولا سيما في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق. فماكرون الذي استغرب مطالبته بوقف بيع السلاح للسعودية كألمانيا دعا نتنياهو لحفل باريس، ولم يسعفه الظرف بدعوة نظير نتنياهو في السلام المزعوم محمد بن سلمان. ترامب الأكثر مجاهرة برعاية نتنياهو وحماية بن سلمان أوكل بداية مستشاره ستيف بانون للتباحث في خطط الاغتيالات والتخريب في إيران التي حملها موفد ابن سلمان أحمد العسيري إلى فريق ترامب، وفق ديلي بيست الأمريكية، على مرأى ومسمع من الاستخبارات الإسرائيلية ممثلة بالمستشار جول الزامل. خطة تخريب الاقتصاد الإيراني وضعها رجال أعمال أمريكيون طالبوا بالتمويل من السعودية كما تكشف نيويورك تايمز، وما سماه فريق جورج نادر ومؤسس بلاك ووتر إريك برانز بخطط عسكرية سعودية لمحاربة إيران هي التي تشفي غليل مهووس في القتل وتقطيع الأوصال أو في تجويع شعب وتدمير الحضارات التي تعري صلافة البداوة. السعودية لا تقاتل بخطط يضعها خبراء العلم العسكري لتحقيق أهداف سياسية، فهي تقتل إذا استطاعت لري غل تتشرف به محمية أمريكية، يقول ترامب. سيادة اللواء، ما رأيك بما جاء في صحيفة نيويورك تايمز وانطلاقا من الطرح الذي تقدم به الزميل قاسم عز الدين بأنه لا يمكن للأمر أن يكون من دون تنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ يعني حقيقة الأمر أن هذا ما كتب وما نسمعه الآن سمعناه سابقا بشكل مباشر من ولي العهد السعودي عندما قال عبر وسائل الإعلام أنه سينقل المعركة إلى داخل إيران، وهذا كان بشكل مباشر وواضح. المشكلة هي بالتنسيق مع إسرائيل في حين ما القضية الفلسطينية وما تعيشه حتى اليوم يعني متروك.
لكن أقول أن هذا تكليف من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ أن انتصرت الثورة الإيرانية حتى يومنا هذا، والتآمر يجري عليها بشكل رئيسي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. ولكن هناك أدوات عربية تنفذ، وأرادوا فعلا أكثر من مرة أن ينقلوا الصراع القائم مع الكيان الصهيوني إلى صراع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن يستبدلوا هذا العدو المركزي بعدو مصطنع، يعني تنفيذا لأوامر وتعليمات من الجهات التي تحميها كما قال ترامب يعني أكثر من مرة. لذلك بالنسبة لفلسطين، هؤلاء حاولوا ولا زالوا يحاولوا، وكما قلت يعني من خلال عمليات التطبيع المستمرة البشعة جدا بكل المعاني، وحاولوا من خلالها أن يصلوا إلى النقطة الرئيسية فيما يتعلق بتطبيقات صفقة القرن على الصعيد العربي، وهي التطبيع. ولكن نعم، الشعب العربي لا زال يناهض التطبيع، والشعب العربي في الأقطار والدول التي طبعت وفيها سفارات إسرائيلية لا زال غير مطبع، كما قال الأمين العام يعني للمؤتمر القومي العربي قبل قليل. أنا متفائل جدا بأن الحكم هو الشعب العربي، وسيضع نعم حدا الحقيقة نعم لهذه المهازل التي تمثلها قيادات يعني عربية دفع شعبها من أجل فلسطين تضحيات كبيرة، لأنه الشعب العربي قاتل الحقيقة من أجل فلسطين، وبعض الجيوش العربية قاتلت من أجل فلسطين. صحيح. وهذا استهزاء الحقيقة واستهتار بدماء هؤلاء أبناء شعبنا وأمتنا العربية. لذلك إيران نعم صامدة، وإيران هزمت حتى القوى الإرهابية. شكرا. المدعومة من قبل الرجعيات العربية، وبشكل رئيسي من قبل الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني. كل الشكر لك سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية. بهذا نصل إلى ختام المسائية، نذكركم بعناوينها. من بغداد إلى صنعاء مرورا ببيروت، فلسطين هي البوصلة، فصائل محور المقاومة تؤيد رد غزة على العدوان الإسرائيلي. صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، رسائل أمنية وعسكرية وسياسية، فهل أفشلت محاولة الاحتلال تغيير قواعد الاشتباك وثبتت خطوطها الحمر؟ نيويورك تايمز تكشف عن تخطيط مقربين من ابن سلمان لضرب الاقتصاد الإيراني واغتيال مسؤولين بينهم الجنرال سليماني، هل كان بالتنسيق مع إسرائيل وواشنطن؟ دائما المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية، إضافة إلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.